يا شوشي حبيبي ايه الشراب ده؟ انت رايحه تلعبي كوره ولا ايه؟ عجبك يا حسين؟ عجبك؟ عجبني انت هتفضحني قدام اخواتي. حبك انا حبيبي. ما انا بحب ما انا بحب. اديني فلوس بقى حبيبي. نو فلوس، مفيش فلوس. طب اديني وانا هقسطهم لك. لا نو فلوس نو. انت عارف حسين انا ببعتهم كلهم فلبين. يخرب بيت الفلبين. طب اديهم لي واكتب لك كومبويل. حسين ايه؟ اقعد حبيبي سلامتك. روحي. احبك انا حبيبي. وانا احبك انا. باي باي يا عامر. كومستاكا يا سوشي. انا الحمد لله حلو. لا انا بقول لك مع السلامه. لا كومستاكا يعني ازيك؟ ايه ده انا بقى غلط بقى معلش. يلا خلاص روح انت. يا حسين بغير عليك. انت حبيبي حسين هتوحشني يا حسين. باي باي يا روح. باي باي. لا هتجنن والله بقول لك. تحبني قوي. لا واضح. يلا بقى سلام. عامر راح فين؟ يا راح اجيب هاجر. هاجر تعالى. تعال اقعد جنب اخوك. حاجه برضه مش هنخلص منك. انا تعبان يا عم. تعبان متجبس. هدلكها لك يعني؟ لا لا هنجيب مسكن. طب ما تجيب مسكن. هات $2000 نروح نجيب مسكن. منين؟ ده العجله نايمه وايدي انضف من ايدك. يا راجل العجله نايمه. ماشي مش عايز مش عايز. بس خليك قاعد معايا. خليك قاعد معايا تسليني. ايه ده؟ انت اخويا هلا وتعبان. الله ما اقدرش اسيبك كده. الله لازم اجيب لك حاجه تسلم. هديه. امسك بقى. ايه ده؟ امسك بقى. ايه رايك؟ ايه ده؟ اتسلى بيها. ايه يا عامر ده؟ يا عامر جايب له عربيه لعبه. صحيح سواق. لا طب ما تاخدها وتجيب ال $2000. خدها. بص بقى اللي اقدر اصرف لك فيه هم $500. ده عشان الاخوه بس. حلوين فضل ونعمه في ايدك عليهم. ايه ده؟ ايه ده؟ افتح. مين ده؟ شوف اهو. مين؟ مين؟ لا انت ومين؟ ازيك يا عم؟ حسين اخباره ايه؟ كويس جوه الكعبه. تعال يا حبيبي. تعال يا دولي. تعال حبيبي. ده يا ابني اللي امك في السرير. زهقت زهقت زهقت. صالح قلت اتمشى شويه اجي هنا. زهقت قوي. بدري يوم السرير. معلش الدكتور قال له كده اتحرك شويه عشان يخف. الف سلام عليك. الله يسلمك يا حبيبي. $5000 هم. حبيبي حبيبي 5000. سد دينك ولمي نفسك. عناي عناي. حاضر عناي. اتكل على الله. لا لا خليك قاعد معانا شويه بقى. دي شوشي مشيت بقى. خلينا براحتنا. فؤاد مستنيين تحت عند مصلحه. معلش اقعد معانا شويه. شوشي مش هنا. اوعى تكون خدت منها فلوس. انا عرضت عليها بس هي رفضت بصراحه. ما تاخدش من حد فلوس. مش هاخد يا معلم. السلام عليكم. السلام يا حبيبي. خدني معاك بقى. شرفت. يلا. عامر في $500. انت لسه قافش. هات 500. فين؟ السلام. السلام يا حبايب. تعبان. ايه بلزها 5000 دول. خليت عليهم. هو حضرتك هنا من زمان؟ اشمعنى؟ اصل انا جديد هنا وخايف ما اكملش ونفسي قوي قوي اتعلم لغه. هو حضرتك متجوزه؟ حضرتي متجوزه. ومن فضلك تتفضل بقى علشان انا للاسف مش هقدر اساعدك. متجوزة مين؟ يلا محمود يلا محمود يلا محمود. هات النيلة. معلش بقى وابي ناس مجانين كده. بس هو بصراحة يعني معذور. تيكيرو. يو تامين. طب قول لي بقى. هتعزمني على الغدا هنا ولا هتفضل تقول لي بقى أنا بحب آكل من إيدك؟ طبيخك زي السكر والكلمتين اللي بتفضل تقولهم دول. هو صحيح انا بحب اكل من ايدك. وطبيخك زي السكر. ماشي. بس احنا ممكن نتغدى هنا وبعد كده نتعشى في البيت. انا هقول لك على حاجه. انا اللي هعمل لك العشاء النهارده. يس. ايه رايك؟ يلا بينا. اقعد يا عبد الحميد. اقعد ازاي يا حبيبي؟ اتفضل. لا اله الا الله. اتفضل يا حبيبي اقعد استريح. اهدى اهدى بس. اهدى اهدى. ايه يا فؤاد باشا؟ احنا بقالنا ايام متمرمطين في الحوسه دي. ما تخلصونا بقى.
هو جال 10% من دم الحي. قلنا ماشي نعمل ايه تاني يا جدع؟ انت هتولول؟ حد خد منك حاجة؟ يا سلام، دول 300,000 دولار يا فؤاد باشا، شجع 15 سنة حتة واحدة. ده انا لو رجعت بلدنا محدش هيعرفني. وايه اللي خلاك حنيت؟ ما تخليك قاعد دفيان جنب فلوسك. خايف اموت، خايف اموت. ايه يا جدع انت؟ الله، انت جاي تضلمها ولا ايه؟ تصدق بالله يا فؤاد باشا، انا كاتب كتابي بقالي 15 سنة وما دخلتش. خلاص يا عبد الحميد، صعبت علينا، روح انت بس وانا اشوف لك حل وهو بقول لك عليه. ابو حميد روح انت كده، خلصنا ماشي، واحنا ان شاء الله نكون خلصنا المصلحه بتاعتك دي. ماشي يا فؤاد باشا، بقول لك ايه يا صالح، ابوس ايديك، ابوس ايديك تخلص في المصلحه دي، تخلص فيها. سرها عرفوا جبره وغيره، قال لي هروح فطيس. ها خلاص خلاص يا حميد، ما تخافش عشان خاطري. طيب اتكل على الله الواحد، اتكل على الله، ما تفرجنيش بقى. ماشي اتكل على الله. ولا يهمك، ماشي يا فؤاد باشا، مع السلامة. ماشي يا حميد، سلام عليكم. مع السلامة يا كريم يا رب. سلام عليكم. مع السلامة يا اخويا. ده ايه النصيبة دي؟ وبعدين يا صالح هنعديهم ازاي دول؟ والله ما عارف يا فؤاد، انا مش خايف ان الفلوس تتمسك، انا خايف على سنين عمره اللي هتروح. حاضر علي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ السجاير الممنوعة صبحي ده رخم قوي، لو شافك هيعمل لك مشكلة ويوديك في داهية. رخم على نفسه؟ بقول لك ايه، وقف لي على الباب واقول ما تلاقي الرخم ده جه يبقى اديني اشارة. ورحمة ابويا لعلمك ان مخزن صبحي ده زي الجامع، لا سجارة ولا حتى جزمة في رجلك. يا ريس حضرتك فاهم غلط، دي مش سجارة، دي مش مولع، دي مش ولعة يعني، أنا بس حضرتها في بقي منظر. منظر؟ ها، يبقى خلي المنظر ده ينفعك يا أبو منظر. الشحن هنفضل قاعدين كده ياما؟ اهدى اهدى يا مسهل، يا مسهل الحال. صباح الخير. ايه ده؟ اهلا وسهلا. ظهرك قافش برضه؟ والله انت مؤمن في حق نفسك يا فؤاد، ما تكشف يا جدع. هو في وقت اكشف امتى بس يا صالح؟ هو في بعد الصحه، خلي بالك من نفسك شويه. يا سلام يا اخويا، اهتم انت بس بصحتك. صباح الفل. صباح الجمال. كرف حاجه دي يا صالح؟ كرف ايه؟ ده حته اصل، اشرب حجرين. يا رايق يا جدعان، هو في ايه؟ احنا بقالنا ايام ياه متمرمطين، ما تخلصونا في المصلحه بقى. صدق يا عبد الحميد، انت امك دعيالك؟ لا والنبي، شايف الحبل اللي معاك ده؟ ايه هتشنقني بيه؟ الحبل ده عمرك ما هتنساه في حياتك. ما هو لازم. عبد الحميد، اه 10,000 دولار وقتي. 10,000 ايه؟ جاي ولا الدور الجاي؟ السمك، السمك الحلو، السمك الطازج، حلو يا سمكني.
صباح الخير. صباح الكل يا حبيبتي. السمك ده طازه؟ ايوه يا اختي. طيب هاتي السمك وتعالي اشتريه كله، كل اللي في المشكله كله. ايه ده كتير قوي، تعالي بس. كتير عليكي يا حبيبتي. فرجت يجعل نهارك نادي وزي الفل. ايوه كده تعالي فضحتينا. اهو صباح الخير. اقعدي يا حبيبي. ده اسمك ايه؟ اسمه عبد الجواد. ما شاء الله ربنا يخليك. باين عليكي بتحبي العيال قوي يا عبدي. انا عندي 7 غير الواد ده. عندك 7؟ 7 عيال. وانتي يا حبيبتي عندك كام عيل؟ لا انا ما عنديش عيال، انا كنت متجوزه ومطلقه ما عنديش عيال. ربنا يعوض عليك بجوز طيب وحنين زيك كده ان شاء الله. طيب لفي لي 2 كيلو بس. الحمد لله ربنا كرمنا وخلصنا المصلحه. طول ما انت فيها ده ولازم ربنا يكرمنا. عامر اهو. يا عامر. عم فؤاد. يا عامر جاي على الصبح يعني؟ مش خايف صاحبك يشوفك؟ ليه يعني؟ حد يقدر يمنعنا نشوف اخويا؟